عملت لكم لقمه كده على مقاسي. يلا بسم الله. والله انت قادر رجوله، عيب عليك يا عم، لسه شفت حاجه؟ بقول لك يا ترى، انت اديت كارما ايه مخليها نايمه طول الوقت كده؟ سيبها نايمه يا فتحي، النوم مصلحه ليها. طيب انا هقوم عشان اصحيها كده وفوقها، تاكل معانا لقمه تسند قلبها يعني، ولو عايزه تنام تاني تنام. بقول لك ايه، شكله بيحبها قوي. صدقت يا باكت، انت واد حساس قوي ولماح. عيب عليك يا عم التربو، اصل بحسبك واد حبيب واعي لشوشته، وبعرف اللي بيحبه برضه بلق عليهم نظره كده. يا سلام. طب بقول لك ايه يا ولد؟ ما تلقى عليا نظره كده، قول لي نظامي وريني كده. اي نعم، يعني الشعر مداري، بس اقول لك شوف عم التربو، انت وحداني وبتدور على نصك التاني كمان. يا سلام. بس بقول لك ايه، ما تقلقش، البت اعتماد صاحبة شادية، هظبطك معاها. اتقل. تتكلم بجد؟ عيب عليك يا عم، ما تقلقش، واحدة واحدة كده انا هخلي البت شادية تكلمها لك. هتظبطني يعني معاها واخرج معاك وكده كابلز وبتاع، ونقعد احنا الأربعة في أماكن عامة الحاجات دي بسيطة وبتحصل في الآخر يعني، بس أنا هظبطها لك ما تقلقش. في حاجة قلقاني قوي. ايه؟ مش عارف يعني هي هترضى بواحد زيي يعني، حادثة وبيزك وأعرج يعني. لا 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 ما تقلقش، اعتماد دي احسن واحده تناسبك، هي لسه خارجه من حادثه ودراعها مقطوع، فاهم حاجه يعني انها هتليق عليك، ما تقلقش. الله يكرمك حبيب قلبي.